ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه النهارده؟ جبنا لكم نلعب مسدسات كتير قوي. يلا بقى نشوف احنا معانا كام مسدس ونعدهم، نشوف في الاخر هيطلعوا كام مسدس يا ترى. انت عارف يا سينا هما كام مسدس؟ انا مش عارفه. انت بتقول رقم كام؟ هيكونوا كام؟ مش عارف، وانا برضو مش عارفه. يلا بقى نجيب ونشوفهم ونشوف هما هيطلعوا كام مسدس. هما كتير قوي. فقبل ما نبدا نجيب المسدسات، اعملوا لايك واشتركوا في القناه من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. هات اول مسدس اهوت، صغير قوي، بيتعمر من هنا كده وبنضرب فيه كده وبيتحط هنا من هنا طلع صغير قوي اهوت. كمان مسدس ده بتاع كابتن امريكا، بيتعمر من هنا كده وبنضرب من هنا كده برضه. دوت لونه احمر ودوت ودوت كمان صغير كده. كام كده؟ كام مسدس يا ياسين؟ شاطر، ثلاثة. ودوت زي ده بالظبط بس الالوان مختلفة. بيعمل زي بقى ولا بايظ ولا سليم ولا ايه؟ لا زي بالظبط. اللي بعده دوت كبير قوي. انا عايز خد. ودوت بص شكله عامل ازاي، بص ده شكله حلو قوي. جميل. بيتعمر من هنا، ديت بنشدها كده. يلا نضرب. اضرب فيك. لا خلاص اطلع، انا هضرب في الهواء اهو. جامد. اللي بعد كده المسدس ده واو اهو الصوت. انا هعمل حاجه دي. خدها. تعمل ايه؟ ده في صواريخ فضائية. وفي مسدس ده كمان، ده في صواريخ فضائية، ده برضه بيتعمل من هنا. صواريخ فضائية، في صواريخ فضائية، بيتحط له كور مش طلع. ده في صواريخ فضائية جواه. ده في صواريخ. هو بقى أكبر مسدس. بص بص شكله عامل ازاي. وفي كمان معاه طلقة، حط الطلقة بس المفروض الأول نعمره. بيتعمر من هنا، بنعمره الأول بعدين بنحط الطلقة. هضرب فيك بقى. أنت خايف ليه؟ خلاص خلاص مش هضرب فيك، هضرب في الهواء. بص قوي قوي، قوي جدا. لسه في مسدسات تاني. في مسدس دوت ما بيضربش بس احنا عشان هو مش متعمر بنعمره كده. وكمان ده شكله حلو. لو دوت لونه ايه لو انت شاطر؟ ازرق. ازرق وايه؟ ورصاصي. صح، وبرتقاني اورانج. في كمان مسدس دوت بيشتغل بحجاره. لسه في مسدسات تاني. في كمان اهو كمان مسدس لونه سيلفر او فضي. ستة. اخر مسدس، المسدس ده شكله حلو. أربعة. يلا بقى نعد كله ونشوف هما طلعوا كام مسدس. واحد، اتنين، 34. هنشوف هما هيكونوا 34 ولا لا. واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 13. تقريبا دوت 14. هما 13 او 14. لا يا ياسين هما ما طلعوش 36 زي ولا حاجه. لا، واحد، اثنين، ماشي. احنا هنبقى نعدهم تاني بعد الفيديو ونشوف هما طلعوا كام مسدس. وكده يا اصحابي احنا خلصنا الفيديو. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناه من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو. يلا يا ياسين قول لاصحابنا باي. باي باي.